السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبنات طلبة الطاقيات الصف السادس الابتدائي. قعدنا مع درس جديد من دروس رياضات الترم الثاني. درس سهل جدا لأن إحنا واخدين فكرة عنه في سنة خمسة، اللي هو الأنماط العددية. خدنا فكرة عنها في سنة خمسة، هي نفس الأمثلة بس نشغل دماغنا شوية. إحنا زمان لما كنا بنقول أكمل بنفس النمط في تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي، كان دايما متعودين إن هو يا إما أزود عدد ثابت يا إما أنقص عدد ثابت. الوضع اختلف معانا في سنة خمسة وهنفكركم بيه وناخد أمثلة تانية في سنة ستة. لما أجي أقول أكمل بنفس النمط 3 7 11 15، لما نيجي نبص للعدد أول حاجة بفكر فيها طبعا هل بيزود نفس العدد أو بينقص نفس العدد ولا لا. لو بصينا هنا 3 بقت 7، زودنا عليها 4. طب 7 بقت 11، زودنا عليها 4 برضو. 11 بقت 15، برضه زودنا 4، يبقى النمط بتاعنا هنا ايه؟ كل مرة بيزود 4، يبقى أنا هزود على 15 دي 4 يبقى 19، وال 19 هزود عليها 4 يبقى 3 وايه؟ 23. لو قال لي بقى أنا عايز وصف النمط، يعني أنت عملت إيه؟ ممكن أقول هنا زيادة 4، كل مرة بزود كام؟ 4. طب تعالى المثال اللي بعده، 45 وبعدين 40 35 30، دي سهلة دي بقى، كل مرة بيعمل ايه؟ نفس الرقم، كل مرة بينقص 5. يبقى النمط بتاعنا ايه؟ طرح 5. هنكمل بقى، 30 هننقص منها 5 يبقى 25، 25 هننقص منها 5 يبقى كام؟ يبقى 20. طب تعالى اللي بعدها كده، 1 3 9 27. احنا قلنا اول حاجه بفكر فيها الزياده او النقص. الواحد يقول لي طب مثلا ان 1 بقت 3 زودنا عليها 2، وبعدين 3 بقت 9 زودنا 6. لا، الوضع هنا مختلف، ما ينفعش زياده. امال هنعمل ايه؟ لو واحد خد باله هنا يا اولاد هنلاقي ان انا لو ضربت 1 في 3 ب 3، 3 في 3 برضو ب 9، 9 في 3 ب 27. يبقى النمط بتاعنا هنا ايه بقى؟ الضرب في 3. هنكمل على نفس النمط، هنضرب 27 في 3 هيطلع 81، 81 في 3، 1 في 3 ب 3، و3 في 8 ب 4 وايه؟ ب 24. يبقى مش شرط ازود نفس العدد ونقص نفس العدد، ممكن اضرب. طب تعالى اللي بعدها كده، 32 بقت 16، 16 بقت 8، 8 بعد كده 4. ممكن واحد يقول لي انا هنا باخد نص العدد، يعني 32 نصها 16، ال 16 نصها 8، ال 8 نصها 4، صح؟ وممكن واحد يقول لي هناخد النص ليه؟ ما نقسم على الاثنين. لو قسمنا على الاثنين هي هنا نفس الكلام برضه، 8 على الاثنين فيها ال 4، طب 4 على الاثنين فيها الاثنين، 2 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى هنا القسمه على 2. لو قال لي اوصف لي النمط، اوصف لي عمل ايه، اقول له قسم على كام؟ على الاثنين. تعال المثال اللي بعده كده، نص، ربع، 1 على 8، 1 على 16. لو لاحظنا هنا هنلاقي اللي في البسط الرقم اللي فوق ما اتغيرش، خلاص هنسيبه زي ما هو. بص على اللي تحت بقى، 2 4 8 16، عملنا ايه هنا؟ ايوه، ضربنا في 2، 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8، 8 في 2 ب 16، 16 في 2 ب 32، 32 في 2 ب 4 وكام؟ 64. نكمل برضو، شغل دماغنا مع بعض كده، 1 4 9 16. أول حاجة هنشوف زود حاجة نفس الرقم ولا لا، يعني 1 بقت 4 زودنا 3، 4 بقت 9 زودنا 5، 9 بقت 16 زودنا 7. ممكن واحد يقول لي 3 وبعدين 5 وبعدين 7، طب ما دي أعداد فردية، يعني هزود 2 على 7 هيبقى 9 وبعدين 11، فأقول 16 زائد 9 هيبقى 25، 25 زائد 11 يبقى 36، تمام. ممكن واحد يقول لي تاني إن الأرقام دي أو الأعداد اللي عندي دي عبارة عن حاصل ضرب الأعداد الطبيعية في نفسها. يعني إيه؟ يعني 1 في 1 ب 1، 2 في 2 ب 4، 3 في 3 ب 9، 4 في 4 ب 16، يبقى بعديها ايه؟
5 في 5 ب 25 و6 في 6 ب 36. تمام يا اولاد؟ طب نبص اللي بعدها. 1 2 4 7. الواحد بقت 2 زودنا عليها كام؟ 1. الاثنين بقت 4 زودنا عليها 2. 4 بقت 7 زودنا عليها 3. 7 بقت 11 زودنا عليها 4. لما بتكتب الارقام فوق بتبان لك المساله. 1 2 3 4. يبقى هزود 5 وبعدين ازود كام؟ 6. يبقى 11 زائد 5 16. 16 زائد 6 22. طب بص اللي بعدها هنا عشان وضعها مختلف بقى. الواحد هي الواحد، يعني ما زودناش حاجه. وبعدين بقت 2 يعني زودنا 1. وبعدين بقت 3 زودنا 1. وبعد كده بقت 5 زودنا 2. ايه؟ ما زودناش حاجه. 0 1 1 2. لا دي ما تنفعش بقى، مش ماشي بنمط معين كده. امال ايه هنا بقى يا استاذ؟ ركز معايا كده. لو جمعنا 1 زائد 1 هيطلع المجموع كام؟ 2. طب 1 زائد 2 هيطلع المجموع 3. طب 2 زائد 3 مجموعهم يبقى النمط هنا بيعمل ايه يا اولاد؟ بيجمع العددين يدينا اللي وراه. 3 زائد 5 8. يبقى هجمع 5 زائد 8 كام؟ 13. 13 زائد 8 هيطلع 1 وايه؟ 21. تمام كده يا اولاد؟ يبقى نوسع الايه الفكر بتاعنا شويه، مش شرط اجمع نفس الرقم او اطرح نفس الرقم. طب تعالى هنا. نص 3 ارباع 7 على 8. هنلاحظ ان المساله دي شبه اخر مساله هنا. 2 4 8. يعني المقام ضرب في كام؟ ضرب في 2. يبقى هنا 8 في 2 ب 16. 16 في 2 ب 32. طب نيجي للبسط. ايه العلاقه بقى بين البسط والمقام؟ لو بصينا هنا هنلاقي ان البسط اقل من المقام برقم، يعني الواحد اصغر من الاثنين، الثلاثه اصغر من الاربعه، السبعه اصغر من الثمانيه. يبقى هنا كام؟ 15 قبل ال 16، وهنا 31 قبل ال 32. ممكن طريقه ثانيه، لو جمعنا 1 و2 هيطلع الثلاثه اللي فوق دي. 3 و4 هتطلع السبعه اللي فوق. 7 و8 هيطلع ال 15 اللي هنا. 15 و16 يطلع 1 وايه؟ 31. ممكن مساله يكون ليها اكتر من طريقه توصلني لنفس الايه؟ نفس الحل. طب بص لاخر مثال ده. 1 8 27 64. ركز كده معايا. افتكر اول مثال عندي هنا. انا ضربت الرقم او العدد في نفسه كم مره؟ مرتين. هنا بقى العدد في نفسه ثلاث مرات. يعني ايه؟ يعني لو ضربنا 1 في 1 في 1 ثلاث مرات بواحد. 2 في 2 في 2 ب 8. 3 في 3 في 3 بكام؟ ب 27. اللي هي أس 3 بقى اللي احنا واخدينها. ما احنا واخدين 1 أس 3 ب 1. 2 أس 3 ب 8. 3 أس 3 ب 27. 4 أس 3 بكام؟ ب 64. 4 في 4 في 4 يبقى هنا كام؟ أيوه هضرب 5 أس 3، يعني 5 في 5 في 5 ب 105 و20. وهنا 6 اس كام؟ اس 3 ب 216. يبقى الانماط العدديه يا اولاد مش زي اكمل بنفس النمط اللي احنا اخذناها قبل كده في سنه ثالثه ورابعه والكلام ده. لا، مش شرط ازود رقم ونقص نفس الرقم. لا، ده احنا ممكن نضرب في رقم، ممكن نقسم، ممكن نجمع العددين يدينا اللي وراهم، وهكذا. نشغل دماغنا ونحل امثله كتير على الدرس في الكتاب المدرسي. ولو في اي استفسار ان شاء الله نتواصل مع بعض عن طريق الانترنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.